بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله وبدماء الشهداء أصبح النضال من أجل وقف سباق الفورمولا في البحرين عالميا، فها هم أعضاء البرلمان يوقعون عريضة وب 33 من أعضاء البرلمان البريطاني يوقعون هذه العريضة ويطالبون بوقف إقامة الفورمولا في البحرين، لأن إقامتها سوف يؤدي إلى المزيد من القمع، وهذا ما شهدناه في الأيام الأخيرة من اعتقالات جماعية لأبناء البحرين ومن تعذيب رهيب على أيدي هذه العصابة الماكرة المجرمة التي لا ترعى في الإنسان حرمة. وهناك العديد والكثير من الجهات التي أصبحت تعارض إقامة الفورمولا. نعم، قد يقيمونها برغم هذه الاحتجاجات، ولكن إقامتها سوف يؤدي ويفتح الباب أمام أبنائنا وشبابنا، أمام الضحايا، للتعبير عن قضاياهم ولرفع شكاواهم إلى الله أولا وإلى ضمير العالم ثانيا. هذا السباق أصبح يعني لدى البحرانيين مأساة، يعني المأساة ويعني المصيبة ويعني المزيد من القمع والمزيد من الدماء والاعتقالات والتعذيب. ولذلك فنحن ضد إقامة هذا السباق على أرض البحرين، وإقامته ليس إلا محاولة لإطفاء دعاية رخيصة مجانية لنظام قمعي استبدادي دكتاتوري. مع ذلك فإذا أقيم فسوف يسمع المراسلون الذين يحضرون البحرين قصصا مرعبة من التعذيب ومن القمع الذي يمارسه الخليفيون. أقول أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد المزيد من كشف الجرائم الخليفية بحق أبناء البحرين، ونأمل أن تصل هذه القصص المرعبة إلى الضمير العالمي وإلى الجهات الحقوقية وإلى الرسميين الذين ما يزال بعضهم ينكر وجود تعذيب في البحرين، ليشهدوا وليعرفوا بأن هذا الشعب إنما انتفض وثار لأنه وقع وعاش تحت التعذيب وتحت القمع وتحت الإرهاب السلطوي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يمنح شعبنا الحرية، وأن يفرج عن إخوتنا وشبابنا المرتهنين في سجون العدو.